عايزه ارجع لنقطه الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا. الناس اللي بتكتب والناس اللي غير تسليط الضوء، تسليط الضوء ده شيء مهم طبعا. وده دور ايجابي جدا للسوشيال ميديا. لكن اللي بيكتب يقول راي، قصدك الناس الفاضيه صح؟ اصل يعني احنا من زمان عارفين ان الكلمه كالسيف. صح يا جماعه، هو انا عشان التكنولوجيا الحديثه ادتني الفرصه ان انا اكتب رأيي واقول رايي واعمل وافتي واخترع وده، لكن انت مش عارف الكلمه اللي انت كاتبها او اللي انت كاتبه ده ممكن يوصلنا لايه، ممكن يوصل لمصيبه. يا جماعه في بيوت بتتخرب والله بسبب اللي بيتكتب على السوشيال ميديا، بسبب الصور اللي بتتحط، بسبب حاجات كتيره جدا احنا مش حاسين انعكاسها على المجتمع عامل ازاي. صح. يعني شيء من العقلانيه، شيء من العقلانيه، مش عشان انت قاعد حاطه على حاطط الايباد ولا ما ماسك اللابتوب ولا حتى التليفونات ان انت تقوم كاتب حاجه انت مش عارف مداها ايه. مين اداك الحق ان انت تعمل كده، او مين اداك الحق ان انت تكتب كده، او مين اداك الحق ان انت تشتم، او مين اداك الحق ان انت تدخل في خصوصيه، او مين اداك الحق ان انت تخترع وتحلل. يعني تخترع وتحلل، انت مش عارف ده هيوصلك لايه.